في السعودية، حيث دشنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بالإفراج عن الأمير تركي بن عبد الله آل سعود أمير الرياض السابق ونجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الذي اعتقل عام 2017 مع أمراء ومسؤولين آخرين أطلق سراح بعضهم بعد التوصل لتسوية مالية. المعارض السعودي عمر الزهراني أكد أن بعض أبناء الملك الراحل قرروا رفع دعوى جنائية في الخارج ضد السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، والذي اعتبروه المسؤول الأول عن هذه الاعتقالات. وفي سياق متصل، قررت السلطات السعودية إعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، كما قررت إحالتهم للقضاء للتحقيق معهم. وقد اعتقل بعض هؤلاء في شبه فساد مالي، ومن بينهم مدير عام حرس الحدود ومسؤولون في وزارة الداخلية وفي هيئات حكومية أخرى. البعض يخشى أن تكون الإعفاءات والاعتقالات الجديدة استكمالاً لحملة الاعتقالات لعشرات الأمراء والنخب السياسية والاقتصادية، عندما تم احتجاز بعضها في فندق الريتز كارلتون في الرياض بدعوى محاربة الفساد أواخر عام 2017. معي الناشط الحقوقي السعودي أستاذ محمد العمري للتعليق على هذه التطورات. أرحب بك أستاذ محمد. بداية، حول الأمير تركي بن عبد الله، لما تستمر السلطات السعودية باحتجاز نجل الملك الراحل؟ ولماذا إذا كان ذلك صحيحاً يرفض إجراء تسوية كما فعل الأمراء الآخرون؟ أهلاً وسهلاً بكم. الحقيقة يوجد أكثر من أمير وأكثر كذلك من شقيق لتركي بن عبد الله موجود في تحت الإقامة الجبرية أو في أو حتى في الريس أو في الحائر، لكن تركي كما ورد ذكرت أخبار كثيرة أنه تركي جزء من حساباته الخاصة موجودة في الخارج، أما في الداخل فقد يعني تم السيطرة عليها أو تم يعني مصادرتها. مع العلم أنه فندق الريس تقريبا الريس خرج منه تقريبا كما يذكرون يعني في أخبار الصحافة المحلية 100 مليار دولار. هذه 100 مليار دولار وهنا قمة الفساد، لم تدخل على الميزانية ولم يفندها وزير المالية حتى يشرح لنا أين ذهبت هذه الأموال. فالقضية يعني من جانب مصادرة لهذه الأموال لأموال جميع أفراد الأسرة وكذلك التجار وكذلك من اقتنز أو اقتنى في. طيب، هل هناك معلومات عن وضعه الصحي؟ هل هناك خطر على حياته؟ المعروف عن تركي بن عبد الله رجل يعني دخل إلى السجن بصحة جيدة، وهو رياضي وهو كذلك طيار بالمناسبة، وكان إلى وقت قصير يحضر رسالة الدكتوراه في جامعة ليدز. فالرجل لا يوجد أي أخبار عن الرجل، لكن ثابت أن الرجل عذب تعذيب شديد، هو والوليد بن طلال وبعض الأمراء الذين يمتلكون يعني مليارات. الدعوى القضائية التي قيل بأن أبناء الملك الراحل الملك عبد الله رفعوها ضد السلطات السعودية في المملكة للمطالبة بتعويضات عن اعتقالهم، ما مدى إمكانية أن تستجيب السلطات السعودية لهذه الدعوة؟ هي ستكون مثل دعوة الجبري بالمناسبة، لأنه فتح قبول المحكمة في أمريكا لملف الجبري لقضية يعني بعيدة كل البعد عن الأراضي الأمريكية فتح الشهية لكثير من الأمراء ومنهم الأميرة بسمة بنت الملك سعود. كذلك يوجد لها محامي في فرنسا وهو موكل ويستطيع أن يرفع هذه القضاء، ولكن كان يدرس هذا الموضوع من 6 أشهر تقريبا ولم نسمع إلى الآن أي شيء، لكن مرشح أنه كثير من الأمراء يرفعون يعني قضاياهم في المحاكم الدولية، خاصة مع وجود الأسبقية أو قضية قبول المحاكم الأمريكية لقبول يعني قضية الجبري. فالمتوقع أن ترفع قضايا كثير، خاصة أنه تكلفة يعني رفع قضية في المحاكم الأمريكية لا يتجاوز ال 400. لكن عمر الزهراني المعارض السعودي لم يذكر أنه هذه الدعوة الجنائية أين رفعت في الخارج. هي سترفع المفترض في أمريكا، خاصة أنه بيان منظمة القسط ذكر أو ألمح لشيء من هذا القبيل. طب بالنسبة الآن للاعتقالات الجديدة، آخر دفعة اعتقالات، ماذا عن هذه الاعتقالات؟ وهل هي امتداد لحملة 2017؟ هذه الاعتقالات بالمناسبة تتركز في وزارة الداخلية حصرا، فمحافظ أملج والوجه وبعض في الساحل الشمال غربي هؤلاء يتبعون وزارة الداخلية، وكذلك قيادات سلاح الحدود تتبع وزارة الداخلية،
والبيان حقيقة نص صراحة أن الاعتقالات في وزارة الداخلية ولم يتكلم عن أي وزارة أخرى. فلذلك عندما ينص البيان على وجود سرقات لأراضي معينة في أقصى الشمال الغربي وتكون تتركز للاعتقالات في المبنى الرئيسي لوزارة الداخلية، فهذا ما هو إلا تصفية لكبار الضباط، وهو مبرر. طبعا نقصد تصفية سياسية حتى يعزلوا، لأنه واضح لا زال حرب الاستقطاب وحرب الأجنحة موجود. بين من فلذلك ومن؟ يعني من إلى من هؤلاء يدينون بولائهم في الداخلية ويخشى محمد بن سلمان منهم؟ غالبا هم موالين لجناح نايف بن عبد العزيز، وهذا الجناح ورثه محمد بن نايف، فلذلك هو هذا جناح محمد بن نايف تقريبا، وهو كذلك مؤيد لأحمد بن عبد العزيز بالمناسبة. ختاما، فلذلك هذه الاعتقالات المتكررة التي أصبحت وسما في عهد محمد بن سلمان، لا يمر شهر دون اعتقالات، إلى أي مدى ستؤثر على صورة المملكة العربية السعودية في الخارج؟ تأثير ما في شك تأثير سلبي، وأشنع هذه المبررات مبررات الاعتقال أن الصحف السعودية قبل 10 أيام باشرت عملية تشويه سمعة محمد بن نايف. فمن هذا التشويه اتهم الرجل أنه خلف بعض التفجيرات التي حصلت في مساجد في عسير، وكذلك في مساجد في خاصة بالشيعة. وقد نشرت احدى القنوات التابعه للسلطات السعوديه برنامج من 10 او من ربع ساعه تقريبا تكلم فيه عن شغله صناعه الارهاب، يتهم وزاره الداخليه السعوديه بصناعه الارهاب، وكذلك عشرات المقالات قد بثت بهذا الاتجاه، وهذا ما سيوفر مبرر للمحاكم الامريكيه لحلب الاموال السعوديه في امريكا من خلال هذه المبررات. فما في شك أن الصورة يعني شوهت تشويه شديد من خلال التفاضح القائم الآن بين أفراد الأسرة الحاكمة. شكرا لك. للأسف وصلنا لهذا الموصل، يعني تفرغ جيوب المواطنين السعوديين بسبب هذه الإشكالات. محمد العمري، الناشط الحقوقي السعودي، كنت معي عبر سكايب من بريطانيا، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة، أترككم في أمان الله. Thank you.